متابعين ومشاهدين شوف تي في، اهلا وسهلا بكم في هذا البث المباشر. كما كنشوفوا يعني جزاره بالسوق يعني بتمسنا يعني السيد يحيى الزعير كيرفضوا يعني الترحيل الى بوقنادر بعد ما يعني جاء القرار يعني باش غيتم يعني تحويلهم الى البوقنادر. هما كيرفضوا اليوم باش يمشوا لبوقنادر، كما كنشوفوا كاملين ساخطين طالع عليهم الدمع، عندهم وليدات ساكنين هنا في التمسنا اليوم، هما تشوف ما بغيناش نمشيو لبوقنادر. السلام عليكم خويا. السلام ورحمه الله. سير رشيد تفضل. الله يسلمك. المباشر شوف تي في. السلام عليكم، كنشكركم شوف تي في. حنا خويا مضرورين هنا في مدينه سيدي يحيى، عمالة صخيرة التماره. حنا خويا تنسكنوا هنا في سيدي يحيى، بعيد علينا بوقنادل ومكرفسين ومحنين، عندنا وليداتنا، راه بزاف علينا باش نمشيو من هنا حتى لبوقنادل. ترونسبور ما كاينش، وما كاينش ما حتى وليدي صابوا لنا شي بطوار هنايا حدانا، هنا نخدموا فيه حنايا، حنا الدراري السلاخ هنايا راه كثار، وتنطلبوا من المسؤولين والسلطه المحليه وجلاله الملك انه يتدخل في هذا الشيء، هذا يصاب لنا شي قرنا. مده احنا من صغرنا احنا تنخدموا هنا، راه ملي كنا باقيين صغار احنا درنا وليدات ولادنا ولاو قداشنا هما، راه ولدينا راه عنده 19 عام، فين غنديهم؟ وليداتنا راه كبروا. كنا عايشين مع هاد الناس هنا بارك، وحنا عايشين مع هاد الناس في هاد القرنه هادي عشوائيه بخير، خدامين ما خصنا حتى شي حاجه الحمد لله. وانا سيبطونا دابا يجي للحونة حتى جيت بوقنادل، راه بزاف هاد الشيء هذا. الرساله ديالكم ما بغيتوش انتم تمشيو؟ انا ما بغيناش نمشيو، حنا بغينا نخدموا هنايا في مدينتنا. دار قرنا في العماله. دار قرنا هنا في العماله، عماله صخيره التماره. و 5000 ديال البشر غيديونا حتى جيت بوقنادل، عرفتي شنو؟ الصحراء. بزاف اصاحبي. كاين اللي ما عندوش ترونسبور، ما عندوش امكانيات، بزاف د الحوايج. حنا تنهضروا دابا تنقولوا الشيء اللي كاين، حنا ما تنقولوش شي حاجه زايده ولا شي حاجه. انا كنطلبوا من جلاله الملك. احنا راه مع، احنا راه عارفين جلاله الملك عزيز عليه الدرويش، وحنا يا دراويش وتنحبوه والله يشافيه والله يقعد وسادو. حنا هادشي بوقنادر غتبقى شي مجزره هنايا في سيدي يحيى، ما غتبقى حتى شي حاجه، كلشي غيحيدوه اصاحبي. الرساله ديالك ما بغيتش تمشي لبوقنادر. حنا ما بغيناش نمشيو لبوقنادر، حنا ولاد بوقنادر، حنا ولاد السلا ولاد قنيطره. عمالات صخيره التماره خاصها تكون هنايا، قرنا ديال عمالات صخيره التماره مكتوبه فيها مجزرات عمالات صخيره التماره، ماشي تكون مكتوبه مجزرات سالا بوقنادر كذا. لا الطريقه يدوز شويه. اسمح لي اخويا. هاك اخويا هشام. السلام عليكم. احنا اول حاجه هذه المجزره ديال سيد حياد الزعير اللي كنخدموا فيها كالصناع ديالها هنايا، ودابا احنا سمعنا شي هضره وما جاش عندنا شي واحد. اول حاجه اللي تفاوض معنا على هذه القرنه على اساس هو بوقنادر باش تخدم القرنه ديال الجهه. حنا القرنه ديال الجهه حنايا بزاف، حنا كالصناع خاصنا بهذه القرنه، صعيب علينا حنا نمشيو عشو بوقنادر وكالصناع باش نخدموا حنا، وتما ما كاينش وما عرفناش حنايا كيفاش هاد القانون اللي دايره هاد القرنه، ومع من كيتفاوضوا هاد الناس؟ حنا بغينا نعرفوا هاد الناس مع من كيتفاوضوا؟ كيتفاوضوا بواحد وشنو؟ وحنا اللي داونا حنا لهاد البوقنادر، شنو الحقوق ديالنا حنا وكصناع ومجزرات وسيد حي الزاير؟ لا والو اخويا، ملي هضرنا مع شي ناس الله يسمح لهم، الله يسمح لهم، قال لك الا بغيتي تعرف علينا هاد الشيء دخل المواقع ديال المواصل الاجتماعية. مواصل الولي الاجتماعية. انا زايدوا الفيسبوك ديالي مبلوكين وكاملين هاد الناس ما كيطلعوا عندي ما والو. باش انا غادي نعرف حاجه واحده اللي جاتني هي واحد الفورماسيون هنايا في التكوين، قال لك سير واحد الفورماسيون على النظافه. واش انا 30 عام وانا خدام في هاد القرنه، 30 عام من 93 وانا خدام في هاد القرنه السلاخ، قالت القرنه السلاخ وانا السلاخ عاد الان. والتمارة ديال القرنه كامله راه كيضربها السلاخ، هذه راه معروفه، راه ماشي الجزائر ولا شي حاجه، راه السلاخ هو اللي كيعرض حياته للخطر مع عجل واعر. عجل فيه 600 كيلو وغيبغي يقيدو يمير عليه يطيح عليه راه في خطر. المهم الى اخره، حنا هذا الشيء ماشي هو المقصود ديالنا، حنا المقصود ديالنا هما التهديدات اللي كيهدونا. حنا راه عندنا ولادنا فين غنمشيو؟ تصوروا مني واحد الحاجه، انا دار شي 11 عام ديال الحبس، وهاد الهضره ما خاصنيش نوعها، نقول لك الظروف اللي جابتني، ملي غيحيدوا هاد القرنه وعندي اعتقال نهار 10 في شهر 12، نهار 10 في شهر 12 عندي اعتقال، ملي غنخرج نلقى هاد القرنه وما كايناش، اش غيتسنى مني المجتمع؟ راه التجاره وفي الممنوعات، راه باينه. انا ملي غنمشي لهاد القرنه، بلاتي الله يرحمك، انا ملي غنمشي لهاد القرنه
عندي اعتقال 10 في شهر 12 غنمشي غندني هذه المده القانون الله وعلم هذه العقوبه ديالها انا ما عرفتش واش شحال فيها. المهم عندي فيها رونديفو ملي غادي نمشي ملي نخرج انا نلقى هذا الكورناق رابس ملي غنمشي انا للوالبو نلقى شحال نقول لهم السلام عليكم راني كنت صلاح في الكورناق ديال لك سميتو راه غنلقى 600,000 واحد متشرده وهاد وهاد المجزره هاد المجزره ديال سيدي حيا حاليا شحال هازه من مدينه هازه من مدينه سيدي حيا وتامسنا وتمارق والصخيرات هالكزاره كاملين تيجيو وعين عوده هالكزاره كاملين تبقى يجيو تيدبحوا هنايا وعين شي كيجيو كيدبحوا هنايا شو شحال من واحد واكل الخبز معاهم وشحال من الحانوت مخدمه هاد الكورناق وشحال من يد عامله وهاد الصناعة التقليدية هاد الصناعة التقليدية حنا ما بغيناهاش تنقارض من هاد البلاد هاد الصناعة التقليدية علاش السلاخة التقليدية الحمد لله كتنزل فيها البركة كيفاش انت غدير لي انت غتفتح هاد الكرنب بالقنادل غتشرد 700,000 واحد كاينين شي نماذج بعدا كيضربوا التمارات ديال اقسم لك بالرب حتى كيضربوا التمارات ديال بصح في هاد الكرنب والله لا قبلهم بالقنادل علاش حيت لاقاش هذاك معلم تمارة حيت ما غيدوش الصنايعي حنا كاع صناع 30 عام 30 عام راه كاين اللي ما عرفتش شنو ومحال واقيلاش وصل ديك الصنعه اللي وصل لي انا المهم حنا الى اخره حنا نهضروا على هاد التهديدات حنا هاد الناس كيهدونا غاتسلبوا القنادل غاتحيد الكرنا وملي غاتحيد هاد الكرنا كيفاش الحقوق ديالنا حنايا واش كاين شي حقوق عندنا يلا قولوا لنا انا تنخدم خدمتي راسي خدامين معايا شي دراري بولادهم تمرت ياكل الخبز بحال ها هو بحال هاد ود عزوز هذا خلق الله المتعالى بحال هاد ود عزوز درويش ديال الله هذا غيقبلوا بالقنادل هذا هذوك الناس اللي الله يسمح لهم اللي داروا هاد التواصل وهاد في الجماعات داكشي حنا قرما في راسنا والو حنا ما كنحضروا الجماعات ما كنعرفوا شنو طاري هذه الكره ديال بولقان شفنا فيها شي فيديوهات قالنا الكتبيه ذبحت فيها ذبحوا فيها السلاوين حنا اللي تقولوا لنا حنا بحال هاد الهضره حنا بغينا المسؤولين يجيو لعندنا يجيو يطلعوا على حالتنا يجيو يطلعوا على حالتنا مع الصباح يشوفوا الاشغال ديالنا كيفاش دايره ويشوفوا الكرنا شحال من واحد خدام فيها راه هادشي راه ما تيقبلوش لا الله سبحانه وتعالى باش غديو شي حاجه واش بول القنادل غاد هاد الكرنا مخدمه ما عرفتش 100,000 ديال البشر واش بول القنادل غتخدم 100,000 عام من سيدي حيا حنا نديو العبره فيها التقدم فيها الرباط فيها الغيشم حنا نديو العبره ولا جيت يا خويا راه بحال المدينه شي لا تخدم هذيك الكرنا اسمح لي نور الدين اسمح لي يا خويا خنكمل بحال الكرنا هذه الا مشينا حنا راه هاد 100,000 اللي خدامه هنا راه فيها الصلاخه فيها الفويديه فيها اللي كيديروا الديالات فيها الغساله فيها صحاب هذا بهاد الكرنا هو كاين دابا واحد الصديق ديالي كيدير النظافه العسه والنظافه هو في هاد الكرنا ملي تحيدوا لي الكرنا فين غيمشي فين غيمشي عنده ولاد وعنده بارت ما كريدي وعنده مو كبيره طايحه في الفراش كيصرف عليها ولا اله الا الله تيكعلم بها الله فين غديوها كلشي غلا المعيشه غلات كلشي غلا وحنا الا خلصتنا حنا هي اللي ما تزادش علاش ما تزادش حتى تحت هاد الخلصه ديالنا وخلوا لنا حنا الكورنا ديالنا هنا قريبه لينا تناكلوا الطرف ديال الخبز راه لابسه راه مشات تما القسم اللازم قسم اللازم حنا ماشي باغي نخدم حنا من المعارضه ديال دوك الناس اللي باغيين يدونا هو البولقنادل وحنا من المعارضه ديال الافتتاح ديال مجزرة شباب البولقنادل حيت حنا ما غنمشيوش ليها حنا النهار اللي غدوا هذيك الكرنا حنا راه النهار اللي غتفتحوا النهار اللي تقروا تريبوا الكرنا راه شنو غنقولوا الاحتجاجات والاحتجاج ان شاء الله هو اللي غيكون راه الا الديوان الملكي ولا الحبس ولا قتلونا ولا جمعونا في زيرو ميكا وعدمونا وهذا هو الحل الا بغيتوا ما تلقاوش شي صعوبات معنا اما لو بغيتوا الصعوبات راه انتم راه العين بالعين والبادي اظلم والسلام عليكم ونخلي لكم عاش المال والله يقعد استاذ خذ العبره عمل الدار بيضاء ملي بدلوا لهم الكرنا راك شتي شحال ديال الناس تشردات فيه انا كنهضر معاك عندي مي وبا مراد ساكن في الرباط وكنجي لهنا لسيدي حيا مدينه سيدي حيا حنا هاد الناس هادو اللي بغاو يمشيو يشردونا تما شنو مطلوب منهم من عندنا حنايا حنا
ما شنو نقول لك والله الا لا كثروا علينا وحق الله. علاش تفيقوا هنا الصباح؟ علاش تفيقوا تجيو؟ حنا كنفيقوا ما كنفيقوا اخوات نجيو للكورنا هنايا مع الجزار تبقى نجيو لهنايا. عرفتوا يعني خاصك تما توقف بقنا هذا دابا. لا راه هاي شندر كاع الكورنا ودي سيدي حيا. اما الكورنا. 4 الصباح كان. وراه خاص تكون تما خاص تكون في قادوز ديال واد الحار مع الطوبه تخرج ترعى انت تخرج تخدم. الا بغيت تخدم وفي ديك الكورنا. هذا الشيء اللي كاين. حنا هاد الكورنا مازال تبقى نجيو ليها مع سي تقي ود البزاره تنتوكلوا على الله. اما عين عاوده ولا السبت راه جوج نكون انا في الكورنا خدام جوج نكون. كما صورت السوق النموذجي سيدي حيت انتم يديروا لكم واحد السوق واحد. حنا كنطالبوا من الناس المعنيين بالجهه وبعملات الخيرات تمارق يديروا كورنا جمع فيها عين تيكو تمارق وسيد حيا وتمسناق والصحيرات. هذا هو الطلب ديال الواحد اللي كنطالبوا به. ما قدوش الناس المعنيين يعطيو الكورنا لواحد غيديرها بريفي. موجود اللي باغي يدير كورنا بريفي ونخدموا معاه. موجود باغي يعاون الشعب كاين. موجود اللي باغي يدير كورنا بريفي وباغي يساعد الدراوش وباغي يساعد هاد الناس هادو يخدموا معاه. إلا ما كانوش غيتحملوا المسؤولية ديالنا حنايا كسلاخة كصناع ديال القرنة. أسير اللهم أن منكر. وراه كاين واحد 150 ولا واحد 160 ديال صناع الدراري. وخلي هذوك اللي تيخدموا في القرنة ديال السواق. خلي العمالة تنهضروا حنا اللي هنايا. راه كاين تقريبا شي 500 ديال البشر اللي خدامه مساكن كياكلوا طرف الخبز كيضربوا تماره. يعني كيفاش غيديروا هاد 500 غيجمعوا مع بقنا هذا المعنى؟ وراه هادشي اللي كنشوف اخويا ما فهمت والو انا حق الله. وتنطلبوا من السلطات المحليه ومن جلاله الملك يتدخل في هادشي. هذا راه ما واحد النقطه هاك الاخ هشام واحد النقطه ناخذوا حنا عباره عم السوق سلق سوق لا السوق ديال سلق الخميس قبل ما يتحول كي كان داك السوق كان كلشي واكل الخبز. بعد هذاك السوق ذاك حنا كنا كنتسوقوا فلوس ديالو كنصرفهم على السيمانه السيمانه كامله ولا كنصرف من ملي كنت صورته في الخميس. ودابا ها هو السوق ملي تحيد الدو للسهول شحال من واحد تشرد. والناس تاهما هذوك الناس الله يسمح لهم اللي سيناو على ذاك السوق فينا هم راهم كيطالبوا الان. وهاد الناس ديالنا حنا اللي بغا يحيدنا منا ياخذوا عباره من الناس ديال السلاق ومن الناس ديال كازا. وحنا بغينا الناس المعنيين يشوفوا ملي دارت كورنا الكترونيك في كازا شحال من واحد تشرد شحال من صانع. حنا راه ما نقبلوش حنا هادشي. حنا ما نتشردوش. حنا عندنا صنعتنا وعندنا ولادنا وخدامين وعندنا بارتماج كريدي. حنا راه حيتونا لحتونا للكريدي وتزيدوا تشردونا وغلاء السلعه وزيد شنو بقى؟ قتلونا. هذه الحاجه اللي بقات. قتلونا ولا فتحونا الحدود خال خو هاد البلاد. يديروا لنا من الزاره ديال الجهه ديالنا الا بغا يتهناو من غوتنا. حنا راه ان شاء الله من نتل القدام راه ما غنسكتوش وغنهضروا على حقنا ونوصلوا الرساله للناس اللي خاصها توصل لهم نوصل لهم باي طريقه. والسلام عليكم. متابعين الكرام متابعين شوف تي في يعني كما تنشوفوا بان جزاره بسيدي حيا الزعير يعني طالع لهم الدم ساخطين يعني رافضين باش يتحولوا الى بوقنادل. اليوم هم يعني كما قالك اكثر من 500 واحد بعماله الصخيره التماره يعني بغاو يديهم يحولوهم البقنادل. يعني علاش ما يتمش هنا يدير لهم هنا واحد الكرنة هنا في سيدي حيا الزعير. يعني كما كتشوفوا يعني كاع جزاره اليوم حابسين من الخدمه يعني خارجين يعني كيطالبوا يعني بالمسؤولين يعني باش يديروا معاهم شي حاجه. السلام عليكم. السلام المباشر اخويا. حنا هذا القرار اللي قالوا لينا خرج من عند جلاله الملك وما عرفنا حنا واش جلاله الملك عنده علم بهذا الشيء ولا ما عندوش العلم. حنا كيجيو عندنا الامين ديالنا وكيجيو عندنا شي وحدين حتى هما جزاره مع الامين كيقولوا لنا هادشي جا من عند القرار من عند جلاله الملك. وجلاله الملك ما عرف واش مع الفقراء ولا مع هاد الناس هادو هاد الامين. حنا ما عرفنا ما والو. حنا كيجيو كيقول لك سير غتمشي دوز واحد التكوين هادي غيقبلوك. ودابا غتمشي انت تخدم في بولقنادل وهادشي اللي في بولقنادل كلشي تاكتيك موا كلشي غيكون بالبطونه كلشي غيكون. وهنا اكثريه كيخدموها بالعصريين كاين اكثريه كيخدمها بالمقده. ودابا غيمشي هو
حريم في دابايا ناضي معلم غيمشي غيخدم بالمنشار، ما غيخدمش بالمنشار، ما غيعرفش يخدم بالمنشار، غيشق بهيمه بالمنشار، ما غيعرفهاش هو كيعرفها المقده، وكلشي غيولي تما. حنا دابا كنطالبوا من جلاله الملك يشوف من هذا الشيء ويشوف ويعرف بان هذا الشيء راه احنا مضرورين، احنا مضرورين و انتما رافضين احنا راه اش نمشيو نديرو تما كاين بزاف علينا الهضره. السلام خويا بخير. هاد الناس حنايا ماشي رافضين البقله، البقله تخدم، ولكن حنا هاد الحريفين هنا بغينا الكره تكون خاصه بينا حنا في هاد لاريجو ديالنا. حنا ما رافضينش البقله، البقله اللي يخدموا فيها الناس راه خدامه للناس، كاينين الناس تما الشيفيارات كيمشيو يذبحوا فيها، وهاد الناس اللي عندهم الجمعيات يمشيو يديو صحابهم ويمشيو يذبحوا فيها. حنا خاصنا قرنا هنا تكون قريبه للدرويش، كاين اللي في راس مالو 30 الف واش غيمشي للقرنه ديال بوقناد؟ اش في قرنه بوقناد؟ ما يدخلوش مع الباب، عنده بهيمه باغي يذبح بهيمه كعيد لهاد البهيمات، وكاين واحد صنايعي تيجي باغي يصورها 100 درهم. واش غيمشي باش غيمشي هو لبوقناد وما عندوش المركوب؟ باش يلحق المركوب، كاين دراري معانا هنا في القرنه الخدمه ديالهم تيجيو تيغسلوا السقوطه هما الفوادات، تيصور شحال يصور؟ 2000 2800 3000 ريال، باش غيمشي مسكين لبوقناد؟ يلا باش. وكاين اللي وهذا العبد المودني تيدوي بحثرات هذه القرنه اللي مقابله تسولو تنجي مع ثلاثه صباح تكون عندي الخدمه. ثلاثه كيفاش غتمشي للبقناد؟ باش غنمشي انا للبقناد وباش غنجي عامل دابا ساكنه في الرباط تقدر الدوم انا. خاصني نفيق مع الجوج يلاه تنشد المركوب في الطاكسي في الطاكسي في الطاكسي باش يوصلني هنا. واحد تيقول لي محقه القرنه عاد دير لكم ترونسبور، كي دير هاد ترونسبور؟ واش هاد السيد هو ساكن في الصخيرات؟ هذا ساكن في الصخيرات، هذا ساكن في الصخيرات، هذا ساكن في المرس، هذا ولدي ساكن معايا، هاد السيد هو ساكن في سيدي، كيعيد هاد ترونسبور تيجمع هاد الناس كاملين. الا كاين الهضره قول الهضره الصح، كاين الكذوب قولنا راه الكذوب هاد الشيء. وهاد الناس اللي تيدوا ما عمرهم جمعوا هاد الصنايعيه كاملين. يكذب لك كذاب يقول لك شي واحد هاد الصنايعيه جا، شي واحد رئيس الجمعيه وجمعهم ودوا معهم، رئيس الجمعيه لا كاين. تيجمع الاصدقاء ديالو، الله يسهل عليهم، حنا ما حاسدينهمش، ولكن تنطالبوا بالناس المسؤوله دير لنا حنا واحد البطوار خاص بينا هنا. عمالة الخيرات تمارا. المهم هاد لاريجو ديالنا عمالة الخيرات عمالة تمارا. ما قررت فين يصوبوا لكم واحد القرنة، علاش غيحولوا لكم تمارا؟ كاينه بزاف ديالها، كاين اتساع الخلا موجود، يصايبوا لنا واحد البطوار خاص بينا. كاينين فوش هما كاينين الجزائر باغي يصوبوا واحد القرنة. واش شتي القرنة ديال سيدي يحيى هاد القرنة الاخ ديالي نقول لك راه تجي في الصباح بكري غتلقى فوق 400 ديال الناس خدامة. فوق 400 واحد. هادي دخل اما نمشي ديال تمارا راه كاينه 600 700 ديال الناس، وعاد ما نعاودش على اصحاب الكاميو الترونسبور هما اللي غيضيعوا حتى هما، فين غيمشيو هاد الناس كاملين؟ راه لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. معيش عائلات معيش راه بلا ما نعاود لك، كل واحد عنده هنا وليدات هاك تفضل. هي كاينه قرنا دابا هنايا جيت ما بين بوزنيقه ما بين الصخيرات وبوزنيقه كيذبحوا فيها صحاب سليمان كيذبحوا فيها صحاب محمديه، درينا بريفي صحاب كازا كلشي كيذبحوا تما، داروا التصفيه داروا لهم كلشي خدامين بخير بالصلاخه ديالهم كلشي ليهم. علاش حنا ما يديروش لنا بحال هكاك؟ قرنا ديرنا قرنا هنا في مدينتنا، هنا بغينا قرنا هنايا قريبه لينا، نفيقوا الصباح نمشيو نركبوا نمشيو ليها، ماشي تفيق تفيق في نص الليل تم غادي، امتى اش غتوصل؟ امتى اش غتوصل لهذيك بوقنادل؟ عرفتي بوقنادل شحال؟ امتى اش غتوصل وامتى اش غتخدم؟ وجايه الشتا وجايه البرد وجايه هادشي راه اللهم انا دام الكره غادي تشردونا خويا، والله لا غادي تشردونا بالرب الاله غتشردونا حنا يا بوليداتنا. انا تنهضر لك على نفسي، انا عندي ثلاثه دوليدات ثلاثه دوليدات، كي غندير تي غنعيشهم وكي غندير هيك. قال له وريني منين غنجيب هادشي هذا، منين غنجيبو، منين غنجيب لي مرزق، ومنين نمشي نشفر نمشي نسرق نمشي نبيع الممنوعات نمشي للحبس؟ لا احنا بغينا نخدموا بصنعتنا، عندنا صنعتنا احنا لاكارت ديالنا هاو بالبادج ديالنا، ماشي ماشي شادينا من 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 عنقه ولا شادينا من راسها، لا شادينا بالصح خدام بالبادجات ديالنا. عندنا 30 عام ديال الصنعه تنخدموا تكز السلاخه وبغيتي تكزاج بغيتي اي لعبه، خدامي صناعيه معلمين الصنعه ديال ديال ديالو الصح، ماشي معلمين شادينا من من كراعه، لا معلمين خدامي صناعيه ويشردونا واش يشردونا على ولادنا. انا بغينا نخدموا بغينا نزيدوا لقدام. والله ينصر سيدنا والله يقعد وسادو والله يشافيه، وهذا الشيء اللي علينا احنا قلناه والله يرحم الوالدين. اذا يعني متابع الكرام كما شفتوا يعني جزاره هنا بسيدي حي الزعير يعني اللي كيرفضوا يعني الترحيل الى
بوقنادل يعني كما كتعرف يعني عملت صخيرة تمارة أكثر من 500 جزار يعني اللي تيشتغلوا في هذا البرنامج يعني تيتم يعني تيوفوا أن غيتم ترحيلهم إلى بوقنادل. كما كنعرفوا عملت صخيرة تمارة يعني فيها مرافق فين يديروا البرنامج. كما كنشوفوا يعني علاش هنا في سيدي حي الزعير ما تكونش هنا واحد يعني واحد الكورنا لهاد الناس هادو، لان كما تيقول لك يعني كما تيقول لك بان مصاريف باش غتنقل حتى البقنادل يعني كنفيقوا هنا مع الفجر باش غتوصل البقنادل، خاصك تفيق مع الزوج ولا الوحده عاد باش توصل البقنادل. يعني كما كتشوف الناس يعني الجزارين هنا بسيدي حياة الزعير ساخطين يعني كيرفضوا باش يتم يعني ترحيلهم الى بوقنادل. تيوقع عندنا وليدات عندنا عائلات مدوا حنا خدامين هنا في هاد الكورناغ اللي غيتم بغاو يدونا يعني الترحيل الى سيدي حياة اللي بغاو يدونا من سيدي حياة الزعير الى شي واحد غيدونا يعني اللي غيدونا من سيدي حياة معلم. راه هما خمسه الدراري هادو خدامين مع معلم اللي غيدونا من سيدي حياة الى بوقنادل اليوم يعني كما كتشوف اكثر من يعني العشرات ديال العائلات يعني اللي غيتشردوا. السلام عليكم خويا. السلام خويا الله يحفظك. انا خويا تنطالبوا باش يقولوا لنا ديروا لنا هنا، ما كايناش الارض اخويا، كاين الارض كاين موجود كل شيء. بغاو يديروا شي حاجه القنطره يديروها في وسط البحر اخا. تيطالبوا خويا باغيين يشردونا، تيقول لك سير تقيد سير هذا، تنمشي وتيقول لك جيب اساء قروده كل شيء اخويا تيضرب على راسه اخويا. اللي باقي يصوج علينا الجنود والله اخي باغيين يشردونا اخي. قول لنا كانوا باغيين يديروها هنا في تمسنا حيدوها، علاش غيحيدوها اخي؟ ديروا لنا قول لنا حنا ونخدموا هنا صنعتنا معلمين. قول لنا دايرين في بوقنادل خدامه البوقنادل وقنيطره نواحي تماكين، حنا علاش غنمشيو تماكين؟ حنايا نخدموا حتى حنايا هنايا واد الشيء اللي كاين اخاي. متابعين الكرام متابعين شوف تي في كما كتشوفوا هنا يعني الجزاره اللي طالع عليهم الدب وساخطين يعني اللي كيطالبوا يعني بالمسؤولين باش يديروا معاهم شي حل. حنا رافضين باش نمشيو لبوقنادل. متابعين الكرام متابعين شوف تي في استودعكم الله الى بيت مباشر اخر دمتم في رعاية الله متابعين.